طمنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا محبينا عن وضعها الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقالت بتصريح خاص لموقع الفن: الحمد لله أنا بصحة منيحة وصرت بآخر أيام الفيروس، ورح أخضع لفحص البي سي آر وبعتقد أنه رح يكون سلبي. كنت بمصر بمهمة عمل لما انصبت بالفيروس، ولما وصلت على لبنان ظهرت العوارض. وتابعت نيكول: الحمد لله كانت الأعراض خفيفة بشكل عام وما عانيت. أول يومين حسيت بتعب جسدي كبير، الحرارة خفيفة بس كان في وجع مفاصل. بالشكل عام قطعت على خير وبتمنى الصحة للكل. من موقع الفن منقول لنيكول وليوسف يلي انصاب كمان بكورونا: الحمد لله على السلامة. رفع الإعلام المصري عمرو أديب دعوى قضائية ضد الفنان المصري محمد رمضان على خلفية تعليق اعتبره الإعلامي قدح وذم إله بعد السجال يلي صار حول الفيديو يلي ظهر فيه رمضان هو وعم يتباهى برمي المال. من ناحية تانية رجعت قضية طلاق محمد رمضان من مرته نسرين أبو النجا للأضواء من جديد، وأكدت معلومات وجود مشاكل بين الطرفين من دون ذكر الأسباب يلي أدت لنوع من الفراق بيناتهم، خصوصي إنها ما عم بتروح معه على دبي مقر إقامته التاني. بس معلومات موقع الفن نفيت إنه يكون الطلاق صار، بس بالوقت نفسه ما نفيت موضوع الأزمات الزوجية يلي واقفة على حافة الفراق. بعد توقف مسلسل الملك يلي كان من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني لعام 2021، أعلنت الفنانة السورية أصالة دعمها للممثل المصري عمرو يوسف وعبرت عن محبتها الكبيرة إله. ونشرت أصالة صورة لعمرو مع مرته الممثلة السورية كندة علوش على صفحتها وعلقت: أكبر ثروة بالحياة هي الصداقة، وعمرو يوسف من الناس النادر نشوفهم. كيف بيقدر يكون لكل يلي حواليه خي قريب، شهم مهذب، بيحترم الكل وبيخدم الكل، وفي مواصفات الفنان الحقيقي. أكيد يلي بيجرحك بيجرحنا، وعدم ردك على مغرور أو متكبر من عظيم أخلاقك يلي معروفة عنك يا أحلى شباب بلادنا كلها، والنجاح بانتظارك والناس بتشتقلك لأنك خير مين يكون بيناتهم. وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الملك أعلنت توقفه، وقررت حسب بيان رسمي صادر عنا تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين بالتاريخ والأثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ما انعرض المسلسل بشهر رمضان. طمن الممثل اللبناني أسعد رشدان محبينه بعد ما تفاجأ بصور رئيس الجمهورية ميشيل عون على حيطان وباب بيته، وقال بحديث خاص لموقع الفن إنه الفاعلين نطروا ليفل من البيت وتسللوا لجواته، ولو كان هو بالبيت أو لاحظن خيه كان صار مجزرة. واعتبر رشدان انه هالعمل هو بمثابة تهديد له، من بعد ما كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صرخته ضد رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. ورد رشدان على هالاعتداء وقال: إذا بدكن تسكتوني تلوني، أنا ما بخاف من الموت وإخوتي كمان مثل بيي ما منخاف من الموت، نحن مقاتلين. وأشار رشدان أنه ما رح يتخذ إجراءات أمنية للحفاظ على أمنه، بل رح يعتمد على سلاح الصيد يلي بيملكه وما رح يرفع شكوى ضد حدا. صدر احتفال الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بولادة حفيدة الثاني محمد من بنتها الكبيرة منى العتيبي اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت إلهام فيديو ظهرت فيه هي وحاملة حفيدة بعد ولادته مباشرة. نشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ صورة له مع الممثل المصري يسرى والممثل المصري كريم عبد العزيز خلال لقائهم، وعلق: أنا سعيد بلقاء النجمة الكبيرة وفنانة العربية المفضلة يسرى وخي وصديق النجم الكبير كريم عبد العزيز. كان نقاش حلو، خرجنا منه بأفكار لمشاريع فنية إن شاء الله رح تشوف النور. سعيد كتير بهاللقاء وبالروح يلي كانت فيه، نموذج مشرف لفنانة وفنان عربي خلقا وأدبا وتفكيرا وإبداعا وخفة دم. من ناحيتها علقت يسرى وقالت: سعيد بهاللقاء الخاص على قلبي لأنه كان مثمر ومختلف، حبك لمصر ولفن مصر كان واضح من ثمار الأفكار، وإن شاء الله معك رح يكون في شي حلو وناجح كالعادة. تشرفت بهاللقاء معك ومع حبيبي الفنان العظيم كريم عبد العزيز. كانت معكم بموجز الفن ماري لورد سمعان. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.